في إطار سعيها إلى زيادة نشر خدمات الاتصالات والإنترنت وتعزيز المنافسة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وبأسعار تنافسية للجميع، تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق خدمة جديدة لتقديم الإنترنت والاتصالات عبر تقنية الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض التي تتميز بقدرة عالية لتغطية مناطق جغرافية كبيرة، ولا سيما المناطق التي يصعب الوصول إليها.